المحلة مدينة تاريخية عريقة كلنا نعرفها بشركة مصر للغزل والنسيج، أكبر مصنع للنسيج في الشرق الأوسط، بس مش كلنا نعرف إنها كمان أكبر مصنع للموسيقى النحاسية في مصر. من أوائل القرن العشرين والمحلة معروفة بالفرق النحاسية، كان أشهرها وأكبرها فرقة ملجأ الأيتام اللي كانت بتصدر خريجيها لفرق الموسيقى العسكرية بالبلاط الملكي والجيش المصري، ومنها طلعت فرق الفنان محمد عبد الدايم والمايسترو حسين الكحكي وفرقة الفنان محمد أطاطا وغيرهم. وزمان كان للفرق دي أيام في الأسبوع بيطلعوا فيها الحدائق العامة يعزفوا للناس ويوزعوا عليهم البهجة والسعادة. لما نتكلم عن الفرق النحاسية في المحلة لازم نتكلم عن الفنان حسين الكحكي اللي اتولد في المنشية القديمة سنة 1926 وكان أول مدرب لفرقة غزل المحلة للموسيقى النحاسية. الكحكي كان مدرسة لوحده، اتخرج من تحت إيديه مئات العازفين المحترفين اللي كون منهم فريق غزل المحلة، الفريق اللي موجود من أكتر من نصف قرن ولحد النهاردة. الكحكي كمل موهبته بدراسة الموسيقى خلال فترة تجنيده بالجيش المصري، وتعلم كتابة وتأليف النوتة الموسيقية، وشارك في أول عيد عمال اتعمل بميدان عابدين بالقاهرة، وعزف السلام الملكي في حضور الملك فاروق. وبسبب تفوقه عينته شركة الغزل بقسم الورش الفنية سنة 1957، وبعدها ادوله تفرغ للعمل داخل حمام السباحة، شغلانة ما فيهاش شغل كتير عشان يبقى عنده وقت أكبر لتدريب فريق المزيكا، وعمل فريق كان منافس شرس في مهرجان الشركات على مستوى الجمهورية، ولسنوات طويلة كان بيقتنص المركز الأول بلا منازع. ومع عمله بالشركة اشتغل الكحكي مدرس للموسيقى بمدرسة الفرير ومدرسة مدينة العمال بالمستعمرة، وكان سبب في حب التلاميذ للمزيكا لأنه كان شاطر في العزف على البيانو بجانب الآلات النحاسية زي الساكسفون والترومبيت. رحل الكحكي سنة 1994 بس ساب بصمته موجودة على كل آلة من آلات فرقة غزل المحلة النحاسية. شركة مصر أنشأت سنة 1927، بعد 10 سنين تقريبا كانت أول زيارة للملك فاروق لشركة المحلة، وفي سنة 37
بعد كده زيارة تانية سنة 1944 أمر مهندسيها بإنشاء مدينة رياضية ومرافق كاملة خاصة بالعمال، ومن ضمن هذه المدينة الرياضية مسرح شركة غزل المحل. ومن هنا بدأ ازدهار الفنون في داخل المسرح ترفيها عن عمال الشركة. كان الفكرة ان يستفيد العمال فقرات ترفيهية. الفكرة هي الترفيه عن العمال واستغلال الطاقات الإبداعية الموجودة داخل العمل لتنشيطه للإنتاج. يعني العامل عموما لو مارس هوايته ولو فرغ طاقته الإبداعية هيبقى دايما جاهز ذهنيا للإنتاج. فكانت دي الفكره من الاساس. يعني في الاربعينات بدا انشاء النشاط الفني بشكل عام بدايه والرياضي. من سنه 1944 44. ايه الانشطه الفنيه اللي بدات في الاول؟ طبعا اللي بدا في الاول تقريبا الموسيقى النحاسيه من اوائل الفرق اللي بدا في الاول خالص. بعد كده بدات فرق المسرح، بدات فرق الفنون الشعبيه، بدأت فرق الإنشاد الديني، بدأت فرق الموسيقى العربية وهكذا. ودول كلهم مستمرين لحد الوقت؟ دول كلهم مستمرين لحد النهاردة داخل مسرح شركة غزل المحل. النحاسية دي بدأت تتكونت ازاي؟ عندك فكرة تكوينها جه ازاي؟ هل جه من بره؟ انا اعرف ان كان في هنا الملجأ، كان في فرقة نحاسية، كان في بالفعل ملجأ المحلة، وكان مطلع فنانين كبار جدا. بالفعل ملجأ ايتام المحلة بدأت فكرة الموسيقى النحاسية من خلاله، ثم انتشرت على جميع ربوع المحلة ومنها شركة غزل المحلة. حتى كنت على ما اذكر أول برضو تقريبا احتفالية في نادي بلدية المحلة كانت محققها فرقة الموسيقى النحاسية بملجأ أيتام المحلة. في فرق نحاسية في مصر قوية زي فرقة غزل المحلة؟ أكيد في شركات، بس انتماء لشركة غزل المحلة يخليني بقول إن في عراقة في شركة غزل المحلة، في عراقة فنية فرقة الموسيقى النحاسية اللي احنا محافظين عليها لحد النهاردة وبتشارك في كافة المناسبات على مستوى الجمهورية. خلينا نقول على المستوى الداخلي عندنا حاجات بتتميز بها مدينة المحلة، هي ليلة المولد النبوي الشريف والطائفة وخروج الطوائف من جميع حواري المدينة ومن جميع أزقة. تقصد بها إيه؟ أقصد الجماعة المتصوفة، الفرق الصوفية جميعا يحتفلون بالمولد النبوي الشريف، ويتقدمهم فرق الموسيقى النحاسية بغزل المحل. فكنا دايما بنجوب شوارع المدينة للترويح عن أهل المحل. ده من ضمن الحاجات اللي بتتعمل. مازال بيتعمل صلاة عبد الرحمن؟ مازال بيتعمل، وبنخرج فيها سنة ورا سنة. في احتفالات نصر اكتوبر العظيم برضو مازال بيتعمل عندنا. الشارع الرئيسي في مدينة المحلة الكبرى بتقام فيه احتفالية كبيرة بنصر اكتوبر العظيم خارج لحد النهاردة 6 اكتوبر. الفرقة النحاسية في الشارع موجودة في الشارع، بتعزف للناس وسط الناس، موجودة في الشارع في مدينة المحلة الكبرى، وموجودة في محافظة الغربية في مدينة طنطا. بنحتفل ب 6 اكتوبر وبنحتفل ب 7 اكتوبر اللي هو العيد القومي لمحافظه الغربيه. كمان فرقه الموسيقى النحاسيه غزل المحله بتشارك في حفل الطلبه الخريجين على مستوى جامعات مصر، على ما اذكر منهم جامعه طنطا، جميع الكليات، جامعه كفر الشيخ، جامعه المنوفيه، جامعه السادات، بيستعينوا بفرقه غزل المحله
وده التعاون اللي موجود دايما بين شركة غزل المحلة والدعم اللي بتقدمه الشركة وإدارة الشركة لأبنائها الطلاب في جميع الكليات. الفنان عباس البلتاجي أكبر وأقدم فنان في فرقة الغزل للموسيقى النحاسية. من فترة أصيب بنزيف في المخ وخضع لجراحة كان من توابعها إنه بينسى بعض المواقف والأحداث اللي حصلت في حياته. الدكاترة طلبوا منه يستريح، ما يستخدمش الآلات الموسيقية النحاسية، خاصة إنه صوتها عالي وهو عنده مشكلة في السمع، لكن حبه للمزيكا والفرقة كان أكبر من أي تعليمات طبية أو نصايح من مراته أو ابنه. ما كملش 60 يوم وكان نازل يعمل بروفة للفرقة. الغريب إنه ممكن ينسى أي حاجة في حياته إلا الصلاة والمزيكا، لأنه روحه فيهم. ومع إنه مشواره للمسرح بيكلفه فلوس، مواصلات رايح جاي، ومنهدة مع مراته اللي خايفة عليه، بس عمره ما تخلف عن البروفات. في الواقع هو آخر واحد بيمشي من المسرح، كل أعضاء الفريق بيقولوا العم عباس يا بابا، وبيستمدوا منه الخبرة والقوة وحب المزيكا. فاكر ساعة ما دخلت الشركة دي؟ أيوة. كان عندك كام سنة؟ كان عندي 18 سنة. 18 سنة كام الكلام ده؟ الكلام ده 54، يعني في 57 رحت لقسم الهندسية. رحت قسم الخراطة بقى. قسم الخراطة. آه. كنت أنا طبعاً وأنا كده يعني أروح المدرسة في ورشة كده حبايبي يعني أروح أتعلم عندهم في الأول. أول آلة تعلمتها إيه؟ كلارينيت. انت من الجيل الاول في الفرقه بالنسبه للنحاسيه؟ اه النحاسيه. او الجيل الثاني يمكن؟ اه يعني اقول ثاني، لان انا طبعا كان عندي 18 سنه وداخل، وكان في عازفين فوق ال 30 و 40. 30 عازف 40 عازف. السن كمان، السن 30 سنه. كان في الكحكي طبعا، الاسم الكبير. ده حسين الكحكي طبعا، ده كان كبير طبعا. كان في ثاني برضو محمد الرماح. ايوه. ها برضه مسك الفرقه. عادل نفاده ده عازف كان معروف، رمبا الله يرحمه برضه. توفى يعني قريب. الله يرحمه. يعني كنت انا يمكن اخر واحد
بالنسبة للجيل ده. للجيل ده. وانت ما زلت مسؤول عن الفرقة دلوقتي؟ اه طبيعي. الدكاترة قالت لك ما تنزلش. انا كنت عملت عملية في مخ واعصاب. اه. وكان طبعا بيكتبوا لي علاج نفس الدكتور ده. يمكن قعدت سنة اروح له اكشف عنده. يعني بيسافر بره على طول. اه. اروح يعني يقول لي مثلا مش حاسس بحاجه، اقول له لا. يوم بيشوف الذاكره بتاعي برضه. انت كمان عندك كم عيل يشوف ذاكرتي برضه اه كويسه ولا لا؟ اه. اصل المخ والاعصاب دي ممكن تفقد الذاكره. طبعا. حاجات بس قالوا لي ان انت ما بتقدرش تنسى. لا ده دي على طول الحقيقه. يعني شوف انا عندي معلش يعني 82 سنه او 83 سنه. بس انت برضه دربت ناس كتير في الفرقه. اه طبعا زلت يعني حتى الفرقه ما كنتش انا اترجم لهم بالنوته. يمكن بالنسبه للسمع شغل بتاعتنا دي اه عايز اكون ودن موسيقيه. مين علمك النوته؟ الكحكي؟ هو طبعا حسين الكحكي اللي يعلو عليه طبعا كان ماسك الفريق كبير، كان في قطاعات الموسيقات زمان ودارس نوته يعني بيقرا نوته. اه شاطر يعني. وانت كل الناس اللي في الفريق بيقروا نوته؟ لا الحقيقه بيشتغلوا سماعي كله. كلهم سماعي. تيجي الثلاث ايام بتوع البروفات؟ اه المدام ما بتقولكش في البيت او حد من الولاد بلاش ما تروحش خلاص كفاياك بقى؟ محدش يقدر يقول لي ما تروحش. محدش يقدر عليك. ليه يعني؟ اصل هي هوايه وانت فاهم يعني. بكون في دمك. طبعا. بس مش مشقة عليك ان انت تيجي من البيت وتلبس وتنزل؟ لا انا ابني كبير. لا هو اللي متولي بقى انه بيجيبك ويوديك. هو حب بس بديله. بتديله الاجرة؟ اجرة التوك توك؟ لا بديله الاجرة بتاع المشوار يعني. المشوار يعني بس اهم حاجة بياخد الاجرة. قول لي الالة دي بقى صعبة ولا سهلة؟ ساكس. لا والله سهلة للي غاوي يعني. للي غاوي؟ طب ليه في الفريق هي ساكس واحد؟ يعني الترومبيت كذا ترومبيت؟ لا هي ممكن يبقى فيه ساكس تاني بس الشركة تطلب. والشركة زي ما انت فاهم. بس هي اللي موجودة دلوقتي هي واحدة. واحدة والواحدة دي بتاعت عم عباس بس. والله لو جه واحد وعايز يشتغل كلارينيت بتاع ده ساكس. مش همنعه يشتغل وانا ساعده. قول لي اللبس اللي انت لابسه الاسود ده. ده بتاع الشركة. ده الوحيد اللي مختلف عن الطقم كلهم لابسين احمر انت لابس اسود. ما يشتروا؟ مشكلة يعني مش زي رسمي ده مش عشان القائد يعني. لا هو قائد يعتبر كده. القائد اللون ليه اسود؟ مختلف؟ لا ما هو حسب ما عملهم. اللبس بتاع الشركة بيعمله. الشركة بعمل اللبس اللي انت شفته ده كله. الاحمر؟ الاحمر ده للاعضاء. اعضاء وانا برضو دي عملوها برضو مش انا. دي ليك انت بتاعتك دي. دي معمول لرئيس الفريق. لرئيس الفريق اسود. بتروحوا فين دلوقتي يعني حاليا الفريق او الفرقه النحاسيه بتروح فين؟ بتشتغلوا فين؟ كان زمان اي رئيس في الدوله جاي يزور مصر كان الفريق الموسيقى النحاسيه ده كان يسموه الفريق الشعب بتاع الجمهوريه يعني. ايوه طبعا. ما كانش فيه حد الا احنا. ما بالك ومباريات الكوره متهيألي.
لا هنا ما بيطلبوش مباريات كورة ولا كان حاجة. زمان في اللي انتوا بتعزفوا السلام الوطني سلام الجمهور الجمهور بتاع الدول اللي كانت مشاركة صح كده؟ متعين سنه 83 صبيه اقل من 18 سنه كنا متعينين ابناء عاملين في مركز تدريب. مركز التدريب دوت بيوزع الصبيه دول على ما كل واحد هوي حاجه. الاله اللي حضرتك ماسكها دي اسمها ايه؟ ده اسمها ترومبت. ترومبت دي اله نحاسيه. علاقتك بيها بدات ازاي؟ هو والله حضرتك احنا شفتها فين وعرفتها ازاي؟ لما دخلنا الشركه فكان في فريق اسمه فريق طلائع تبع الشباب والرياضه في المركز الاسلامي عندنا في الشركه يعني. ففي برضه ناس مسؤولين بقوا بناء الشباب الصغير يدعموا ويعملوا فرق وكلام من ده. فاحنا دخلنا فرق الطلائع دوت فانا كنت عضو فريق الفنون الشعبيه. كنت راكز فنون شعبيه وانا صغير. فروحت الخدمه العسكريه جيت كان المدرب في الفرقه هنا كان اسمه الاستاذ محمد رماح. كان زميل عم عباس، كان زميل الاستاذ عباس وكان في نفس الورشه معايا. قال لي انا هاخدك معانا المسرح. تلعب معايا موسيقى نحاسيه. قال لي انا خليك تلعب على الاله بتاعتي الخاصه بيا لان كان الالات على قد الفرقه الكبيره مش على قد الشباب الصغار اللي داخل. فكون كل راجل في الفرقه او عازف او عضو في الفرقه كان بيحب مثلا بني ادم قريب منه كان بيحب يعلم واحد كان بيديله الاله بتاعته. الفريق فيه كام واحد؟ الفريق زمان انا دخلت الفرقه دي كان فيها حوالي من 35 ل 40 فرد. ودلوقتي؟ حوالي 25 27. بعدد الالات الموجوده يعني في ناس معانا 3 4 افراد بيجيبوا الاله بتاعتهم لما نكون مثلا في مسابقه. يعني انت دي شاريها انت على دي آلتك؟ دي استاذ عباس المدرب بتاعنا كان كنت بشتغل معاه في السوق واحنا صغيرين. السوق اللي هو بره في الحفلات يعني. في الحفلات انا بطلت الشغل بره فالمكان اولى بيها بقى بدل ما تبوظ مني او ابيعها يعني. طبعا. بس هو الاستاذ عباس هو والدي. هو والدكم كلكم يعني كلكم انتوا بتتكلموا عنه. انا حضرتك برضه انا والدي توفى وانا عندي 12 سنه. عم عباس بقى له 30 سنه معايا او 28 سنه معايا. فعلاقتك بيه اقوى من اي حد تاني. هو والدي هو يقوم من النوم يقول حسن اقوم من النوم ولا عم عباس. الله ربنا يديمها محبه. الله يبارك لك. لا يعني ما بخلش عنها بحاجه ولو عاوز معلومه ممكن يبعتها لي على الواتس ممكن يترجمها لي في التليفون اي كده يعني. كل اعضاء الفرقه هم موظفين او عمال في المصنع. 90% مثلا منهم 95% من الشركه. والبروفات بتاعتكم لازم ازاي برضو؟ لازم. لا في البروفات عادي فري مفيش مشكله في اللبس. يعني لما كنت طالعين ماموريه او خط سير مثلا تكليف من الشركه لازم اللبس. لو عندكم حفله بره عادي الشغل؟ لا مدير المسرح بقى بيعمل لنا مأمورية. بنشارك في للطلبه في الجامعه في طنطا. طلبه كفر الشيخ برضو بنطلع لهم. كنا بنطلع لهم زمان. المنصوره كنا بنطلع لها زمان برضو. ما شاء الله مدينه السادات كنا فيها قريب. الاسماعيليه المسابقه بتبقى سنوين في بورسعيد بطوله الجمهوريه للشركات ناخد فيها مركز اول او ثاني. ده طول العمر ده طول من زمان حكايه المركز الاول. بطوله الشركات ديت لا محال منها يعني لازم نشارك. كنت زمان مباريات برضو؟ كنا زمان ايام محله ما كانت بتلعب في افريقيا كان اي فرقه جايه مضيفه عندنا هنا مثلا اكسبريس الاوغندي زامبيا اوغندا ليبيا اي فرقه اجنبيه بتيجي من افريقيا كنا بنجيب السلام الوطني بتاعها من السفاره ونترجمه ونعزفه. We'll be right back.